السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات ودرس جديد من دروس فيجواليزر جي اس الفريم ورك الخاص بالجافا سكريبت بتاعنا. وإن شاء الله النهاردة هنحاول نعمل أبلكيشن أو بلوج كده فروم سكراتش من الأول خالص، إزاي نشوف الفايلات أصلا بتتكريت عشان لو الناس تأهت في الدروس اللي فاتت أو حاسة إن الموضوع متشعب منها، فهنشرحه بالتفصيل إن شاء الله في مجموعة دروس متتالية. اول حاجه هنعملها في الدرس دوت ان احنا نبتدي نعمل الفايلات والفولدرات الاساسيه بتاعتنا من غير ما نخش في اي تفاصيل جانبيه. طيب دي الفولدرات والفايلات اللي احنا المفروض نعملها: فايل كونفج دوت جيسون، فايل اللودر، فايل الابلكيشن نفسه اللي هو البلوج، فايل اللي اوت ده هيبقى داخل البلوج، وفايل فولدر البيجز، فايل اب جي اس والكونفج جي اس والراوتنج جي اس. طيب تعالوا نبتدي على طول ما نضيعش وقت، نفتح الفولدر بتاعنا. احنا هنا اهو تعالى نعمل فايل جديد نسميه config.json، اول فايل عندنا نقفل ده. طيب الاعدادات بتاعته سريعا جدا: الانف development environment بتاعتنا زي ما قلنا دي global configuration، ممكن احتاج جوه الابلكيشن نفسه. البيز يو ار ال ده هنخليه string على طول المره دي، مش محتاج اعمله جوه object. local host visualizer داش demo. بعد كده عندنا الابس، تمام الاب بتاعنا هنسميه بلوج، ده في عندنا الباث بتاعي سلاش اللوكال كود بتاعنا الديفولت يعني اي ان. طب الافيلابل لوكالز بتاعتنا هي الاي ان بس ما عندناش غيره. وفي عندنا ايه تاني؟ التايتل. اوكي تعالى نضيف التايتل اي ان هيبقى بلوج اب هنا هتكون بس كده. ده الاعدادات بتاعتنا بتاعت الفايل دوت سهله وبسيطه مفيش فيها اي حاجه. تاني فايل اللودر دوت جيسون، الفايل ده المفروض يتعمل جوه فولدر يو اي، يتعمل هنا اهو، فتعالوا نعمله بسرعه برضو. فولدر يو اي نيو فايل لودر دوت جيسون. طيب برضو ده اعداداته بسيطه جدا، ما فيش فيه غير النيم بتاع الابلكيشن بتاعنا او بتاع الموقع عموما. انا هسميه مثلا بلوج، سميه الاسم اللي انت عايزه يعني، دي حاجه ترجع لك بس مش اكتر يعني. بعد كده الريكواير ايه اللي انت محتاجه؟ زي ما قلنا ان فكره اللودر ان انت الفريم ورك بيدعم اكتر من ابلكيشن، انك تقدر تشغل اكتر من ابلكيشن في نفس المكان. فبدل ما تقعد تقول او تريكواير الكومن كومبوننتس بين الابلكيشنز، عرفها هنا مره واحده وهي اوتوماتيكلي هتضاف على كل ابلكيشن. طيب انا كل اللي انا محتاج اعرفه هنا الكور بتاعي، مش محتاج اعرف اكتر من كده. ولو عايز اضيف مثلا في البلجنز اعرفها هنا، اسف دي اري وليس اوبجكت، تمام. ده الفايل الثاني بتاعنا. طيب تعالى نعمل الفولدر بتاع الابلكيشن اللي هو ابس. اول فولدر هنعمله اسم الفولدر نفسه او اسم الابلكيشن اللي احنا سميناه في فايل الجيسون هو بلوج. ده بيبقى جواه 3 مين فولدرز: اول فولدر الاسيتس، ثاني فولدر الكومبوننتس، ثالث فولدر الاس سي اس اس الخاص بالفايل بتاع او ملفات الاساس بمعنى اصح بتاعتنا. هنعمل الفايلات الاساسيه بتاعت الفولدرات دي الاول، بعد كده نكمل فولدر الكومبوننتس. لو جينا عند الاب البلوج هنا، تعالى نعمل الفايل بتاع الباكج بتاعه باكج دوت جيسون. اوكي اول حاجه اعرف النيم ده اللي هو البلوج، اسم الابلكيشن بتاعنا. لو عايز اضيف الفيرجن مثلا 1.0 مثلا. التايب برضو يعني اتس اوبشنال، اول واحد بس هو اللي بالنسبه لي ريكوايرد. طيب اب بعد كده لو عندي اي ديبندنسيز بعرفها هنا، ولو عندي اي بلجنز. دي الحاجات دي الديفولت اوبشنز يعني، او الحاجات اللي انت ممكن تضيفها في الفايل دوت. البلجنز دي خاصه بالبلجنز، الديبندنسيز دي خاصه بالكومبوننت او الباكجز بتاعت الفريم ورك نفسه. في عندنا الاكسترنالز دي عباره عن اوبجكت عفوا. في عندنا الفيندور دي برضه عباره عن اوبجكت. في عندنا في ايه تاني الاسيتس لو عايز اضيف صور او ان الصور او ملفات او وات ايفر. في عندنا الكومبوننتس دي اللي هي الكومبوننتس الداخليه داخل الابلكيشن نفسه. يعني انا عندي دلوقتي في الكومبوننتس احنا قلنا في 2 مين فولدرز و 3 مين فايلز. اول فولدر هو اللي اوت، تاني فولدر هو البيجز، في عندنا ثلاث فايلات كمان تمام. فنفترض ان انا اعرف مثلا فولدر اسمه تيست انا عايز استخدمه، فاجي هنا في الكومبوننتس واقول له ضيف لي الفولدر اللي اسمه تيست. دي اتس اب تو مي عايز اضيف او ما اضيفوش. يعني انت لو ما عرفتوش هنا هو يعني الفريم ورك مش هيقراه، هيشوف ان هو فولدر موجود بس هيعمله سكيب مش هيقراه. في برضو عندنا
الفيف ايكون لو حابب اضيف فيف ايكون للابلكيشن. تمام بس كده اعتقد دي الاعدادات الاساسيه بتاع الفايل بتاعنا او بتاع الباكج بتاعنا. في ممكن نعرف الفايل بتاع زي ما قلنا ان الاساس بيبقى ليه فايل اللي هو الانتري بوينت بتاعه app.scss. انا مش هعمل في اي حاجه غير ان انا ايه اعرفه. طيب فولدر اللي اوت في فولدرين اساسيين لازم يكونوا متعرفين، فولدر اسمه كومن وفولدر اسمه لاي اوت. تمام الكومن ده بحط فيه كل الفولدرات بتاعت البارشلز بتاعتي زي الهيدر والفوتر والسايد بار والمنيو اند سو اون. اللاي اوت بحط فيه الاعدادات الاساسيه وهنعمل فيه فايل دلوقتي. هنعمل فولدر الاول اسمه جي اس، نعمل فايل جواه اهو ده هنعرف فيه سوري نازل لاي اوت هعرف فيه لاي اوت دوت جي اس البارشلز بتاعتي. لاي اوت دي اسم الباكج بتاعت اللاي اوت دوت بارشلز، دي عباره عن اري. تمام يعني المفروض قدام مستقبلا مثلا اقول له هيدر فوتر، بس لما ابتدي اعرف الايه when we define our او بمعنى صح create our partials. بس انا طبعا مش محتاج اعرف الكلام ده دلوقتي، انا بس اوريكم مثال ودي required يعني انت لازم تكون معرف البارشلز بتاعتك required. اوكي طيب كده احنا عرفنا الفايلات الاساسيه عندنا او الفولدرات بمعنى صح. تعالوا نعرف بقى الايه الفايلات بتاعتنا، نمسح الفولدر ده خلاص ملوش لازمه. احنا في عندنا كم فايل او كم اسف كم فايل اساسي؟ ثلاثه. فنيجي في الكومبوننتس نعرف ثلاث فايلات، اول فايل app.js، ثاني فايل routing ده خاص بالراوتنج .js. الapp.js ده فايدته بس ان انت بتعرف او ده الانتري بوينت بتاع الابلكيشن كله. في config.js اوكي. طيب الابلكيشن فايل يعني class app extends دايما بيبقى اسمه app يعني عشان دي ده required، الاسامي دي required application. طب الابلكيشن class is part of the package the core package اللي احنا اوريدي عرفناه او استدعيناها فين في اللودر دوت جيسون فايل. تمام طيب تعالوا ننشرايز الابلكيشن. اي اعدادات مثلا للبلجنز الخارجيه او بلجنز انت تستخدمها او حتى لو في اعدادات للكومبوننتس اللي داخل الفريم ورك ممكن تعرفها في الميثود اسمها init. دي اول ميثود بتشتغل في الابلكيشن كله. مكتوب غلط init. تمام ممكن نقول دو سم ستاف هير. كده عرفنا الفايل دوت. الكونفج هنسيبه فاضي. وي سيت اور كونفجريشنز هير، فدي ممكن نخليها اور ران تايم كونفجريشنز. تمام كونفج دوت سوري كونفج دوت اكستند وابتدي ايه اعرف ال configurations configurations list. اوكي سو فار سو جود. الراوتنج اخر حاجه نعرفها، نعمل راوتر بسيط كده راوتر دوت اد سلاش هيبقى ايه هوم بيج. انا اعرف صفحه الهوم دلوقتي. تعال نعمل الفولدر بتاع الاول بيجز هوم. اسم الفولدر مش هيفرق معايا قوي طالما انه داخل فولدر البيجز جي اس. تعال نعمل الفايل بتاعنا هنا pages home js home page dot js. طيب اقول له class home page اللي احنا عرفناه في الراوتر extends ده مهم جدا layout dot page. لازم الفايل او الكلاس او البيج بتاعتي تكستند الكلاس دوت اللي هو layout dot page. تمام الكلاس دوت او اي بيج فيها two main methods. اول method اسمها bootstrap method is called only once in the application. هي مرة واحدة بس. تاني واحدة init دي this method is called each time the user hits the page route. لو هو في الحالة ديت هيبقى slash. تمام فتعالوا نعرف الميثودز بتاعتنا كده سريعا at inherit doc sorry o small bootstrap عرف اسم الصفحة name هسوي home دي required لازم اكون معرف اسم الصفحة required. التايتل ده optional بالنسبة لي home page اسم اللي انا عايزه براحتي. تاني ميثود عندنا هي الانت at inherit doc. init
اجي انا مثلا alert اقول له welcome to home page. الويلكم مكتوبه غلط ودي حاجه مش حلوه. welcome to home page. طيب تعال نخش على اللينك بتاعنا فيجواليزر سلاش او داش ديمو. احنا في حاجه نسينا نعملها اصلا بس انا برضو الاول احنا محتاجين نعمل build. دايما لما تيجي تعرف فايل بي اتش بي فيجواليز build log اتاكد ان مفيش ايرورز. تمام انا مرفش مره ثانيه ريفرش ايه فقال لي ايه هوم بيج وطلع لي الرساله بتاعتي كده. انا بالنسبه لي الدنيا بقت تمام دلوقتي الابلكيشن بقى جاهز ان احنا نشتغل عليه. اعتقد كده الموضوع ان شاء الله يكون اوضح ويكون ابسط بكتير، مفيش فيه اي حاجه معقده. وبس كده، والى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.